في بحث علمي جديد كشف العلماء أن التفاؤل يزيد من مقاومة الجسم للأمراض ويمنح الإنسان السعادة في حياته، وهذا سلوك نبوي رائع. فسيدتنا عائشة رضي الله عنها عندما سئلت عن أخلاق النبي قالت: كان خلقه القرآن، لأنه طبق القرآن تطبيقا كاملا فحصل على السعادة الحقيقية. ونحن كذلك علينا أن نقتدي بهذا النبي الكريم في سلوكنا. قال تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. وهذا سلوك إيجابي علمنا إياه القرآن. والسؤال: من الذي علم نبينا هذا السلوك الذي ينادي به العلماء اليوم؟